الدوري المصري فقد قيمته بسقوط نادي من الكبار. الدوري المصري أصبح بلا طعم، بلا رائحة، بلا دخان. رسميا هبوط الشرقية للدخان لدوري الدرجة الثانية إسترن كومباني حديثا مع المقصة. فاضل فرقة واحدة والأقرب لده الجونة. الجونة عنده 33 بونت وعنده ماتش يوم الثلاثاء الساعة 9:30 مع بيراميدز. لازم الجونة يكسب عشان يوصل للبونت 36 وينتظر بقى مفاجأة إن المحلة يخسر من الاتحاد أو المقاولون يخسر من المصري البورسعيدي. المحلة والمقاولون 35 بونت الكل منهما. الجونة لازم مفاجأة ولازم يكسب، وطبعا رسميا وبنسبة كبيرة زي ما قلت لكم قبل 30/8 رحيل ريكاردو سواريش، بالفعل رحيل ريكاردو سواريش، وبنسبة كبيرة الجونة هيكون ثالث الهابطين. ريكاردو سواريش الأهلي يوجه له التحية والشكر وهو يرد العفو. العفو ايه يا عم الحاج؟ الكنز المدفون دفنوه من أول وجديد. ريكاردو سواريش بيقول لك لسه هنبدأ المشروع بتاعنا الموسم المقبل. الصحفي بيسأل سواريش وبيقول له ايه هي أسباب الخسارة النهاردة؟ قال له المنافس بتاعنا سجل هدف. قلت تمام أمين. قال لك وإحنا ما سجلناش يا مصيبتي. أحمد شوبير بيقول الهدف اللي دخل في مرمى مصطفى شوبير لا يسأل عنه لأنه خطأ من الحكم، لأن الكرة كانت واضحة أنها أوفسايد، فمصطفى ما تعاملش معاها. يا رجل ده لو محمد عواد كان طلع ورقص أحمد سمير وبدأ هجمة تاني من أول وجديد. صحيح هدف إبراهيم حسن هدف عالمي، بس عواد أصلا عايز سلسلة يتربط بيها في العرضة ويدوله متر مساحة متر يتحرك فيها. أخيرا لا تقلب الصفحة حتى تقرأ الضحك الأخير. هشام الخلصي مقدم البرامج على بين سبورت القطرية بيقول لك المال وباريس سان جيرمان ما يفعله أفسد متعة كرة القدم، ولا مكان لكرة القدم وسط الفقراء. تنوين قبل ما نطلع للفاصل، ده اللي بيقول كده هشام الخالصي. تنوين وقبل ما نطلع للفاصل، لا تنسوا الاشتراك في باكت كاس العالم $999 فقط. اغتنم الفرصة ولا تفوتك للمتعة. السلام عليكم.